الناس بتفكر انها لعبة حظ او انك بس بدك تلف السياخ وبس تتسلى. Sometimes it's a fun thing. ولكن لاحظت ورحت على كثير محلات انتبهت انه ما في وفي كثير نيجلكشن لهاي السبورت، ومع انها واحدة من اروع السبورتس الموجودة. الثلاث أربع ساعات يومي لمدة أسبوعين. بالنسبة للناس اللي بيفكروا إنها جيم حظ أو بيفكروا إنها جيم صعبة، صدقني صديقي كلياتنا بلشنا في مستوى ما رفعش الراس أبداً، ولكن إذا بتتعب حالك أسبوع أسبوعين بتبلش تكتشف إنه أنت عم بيطلع منك حركات ما كنت متوقع إنها ممكن تصير معك. فتعال جرب واحكي معي، أنا زيد عماري، I'm very friendly، وأي إشي بدك إياه أنا موجود أساعدك، مستعد أقعد معك ساعة وساعتين وأدربك.